بطل النهاية وش دوبلير توفيق الدين بيبن. بيبان وهي فاتحة السايت اللي بتتصفحه ان كلمة ايميجز مكتوبة غلط وان ده مش سايت حقيقي وان هم اللي عاملينه. هبتة وهي طالعة السلم بتبقى لابسة احمر، لكن لما بتخش على طول بتبقى لابسة ازرق. والنفوذ ثروة والسلطة ثروة والسلطة. ات بتكب على الشنطة بتاعتها مية مش نظيفة وزبالة، لكن في نفس اليوم لما بتطلع من المدرسة شنطتها بتبقى نظيفة تماما. التعويذة بيبان الماسك اللي هو مفروض راس الجن، بيكون لحد راسه بس ورقبة الممثل اللي لابسها مكشوفة. سبايدر مان فار فروم هوم. في الفيديو اللي بيجي في ناشط الأخبار بيبان جيك جيلنهال لسه موجود جنب السور وهو بيصوره أثناء ما سبايدر مان كان بيقول الكلام ده، لكن هما نسيوا ان هو كان قام من هنا وراح الناحية التانية. حسن وبولس المفروض ان كل واحد بيحس بإصابة التاني، لكن حسن بيضرب المكتبة بمشط رجله وبولس بيحس بالألم في عصبة رجله. ميشن امباسبل بيطلعوا من جيبه التليفون وبتكون الشاشة متدشدشة، لكن هو بيسلم لها التليفون بيبان ان الشاشة سليمة تماما. الحماوات الفاتنات ماري مونيب المفروض انها طالعه من الاوضه عشان هو ينام، لكنها بتبان انها بعد ما بتمشي بتقف عند نهايه الاوضه على اساس ان الكاميرا هتنزل على تحت ومش هتبان. كيل بيل الجزء الثاني وضع الفلوس بيتغير باختلاف الكاميرات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مره ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. لو انتوا كمان خدتوا بالكم من اخطاء يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات. شكرا للمشاهده.